تعالوا مع حضراتكم نطمن كده مع البداية كده في يومنا الجميل على حالة الطقس ونعرف الأحوال الجوية أخبارها إيه. ومعنا على الهاتف الأستاذ الدكتور علي قطب خبير الأرصاد الجوية ورئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأسبق. صباحك وردة يا دكتور وتحياتي لحضرتك. صباح الفل أستاذ عاصم، أهلا بحضرتك وأهلا بكل المشاهدين ومتابعين الحلقة. أخبار الطقس إيه النهاردة الأحد إن شاء الله يا دكتور؟ والله يعني هنقول هو أفضل من الأمس، لكن مازال الطقس بنوصفه بأنه حار رطب خلال فترات الظهيرة على المناطق الشمالية القاهرة الوجه البحري، شديد الحرارة في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل الحر رطب على المناطق الساحلية الشمالية، لأن طبعا كل منطقة بتتأثر بعدة عوامل. من هذه العوامل المسطحات المائية بتعمل تخفيض لدرجات الحرارة، وفي نفس الوقت المسطحات الخضراء أيضا بتحسن من حالة الجو، وإن كانت الرطوبة النسبية بتبقى مرتفعة في هذه المناطق عن الرطوبة النسبية اللي في صعيد مصر، لأن طبعا دي نعمة من ربنا إن درجة الحرارة عندما ترتفع تنخفض معها الرطوبة النسبية، لأن فعل اثنين مع بعض شيء صعب جدا جدا لا يستطيع الإنسان أن يتحمله. وبالتالي نقدر نقول الجو مستمر معنا بهذا الوضع اليوم إن شاء الله الأحد، وبنركز على الشبورة المائية الكثيفة اللي هتتكون خلال فترات الليل والساعات الأولى من الصباح على أغلب محافظات الوجه البحري السواحل الشمالية ومدن القناة القاهرة الكبرى. طبعا السادة المصطفين دائما بيفضلوا السير والتحرك في فترات الليل المتأخرة أو ساعات الليل من الصباح بعيدا عن أشعة الشمس الحارقة، فبنقول لهم القيادة بهدوء على هذه الطرق والالتزام بتعليمات المرور. النقطة الثانية إن برضو سرعات الرياح معتدلة إلى هادئة، معتدلة في وقت الظهيرة وهادئة خلال فترات الليل والساعات المبكرة من الصباح، وده شيء بيساعد على ارتفاع نسبة الرطوبة النسبية خلال هذه الفترة. أما فترات الظهيرة فمع ارتفاع درجة الحرارة تنخفض نسبة الرطوبة النسبية. متوسط الرطوبة النسبية على القاهرة الكبرى اليوم في وقت الظهيرة حول 25 إلى 30%، لكنها أعلى نسبة رطوبة بتصل إلى 75% في فترات المتأخرة حتى الساعات الأولى من الصباح، ما بين 75 إلى 85%، ترتفع عن ذلك في السواحل الشمالية والعاصمة وتصل إلى 90%. تمام دكتور علي، زي ما حضرتك أكدت لنا أمس وبتأكد النهاردة أن درجة الحرارة اليوم بعد الآخر بنشهد تحسن ملحوظ لحد ما نصل ل 15-8 أو ما بعد ذلك، وده طبيعي طبعا في هذا التوقيت إن شاء الله. أخبار يعني الحالة المتعلقة بنشاط الرياح إيه في خلال هذه الفترة، وهل هناك فرصة من تساقط الأمطار للناس اللي ما سمعناش امبارح يا دكتور علي؟ فرصة الأمطار يا أستاذ عاصم عاوز أقول هي بعيدا عن مصر، لكنها قليل من هذه الأمطار كان بالأمس يؤثر على مدينة حلايب وشلاتين المصرية في الأقصى جنوب مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر، ولكنها بتضعف اليوم وبيستمر هطول أمطار فوق دولة السودان الشقيقة وأثيوبيا، وده بدوره هيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه في النيل، وده بدوره أيضا هيؤدي إلى إن شاء الله أن هينول نصيب مصر من هذه الأمطار إن شاء الله جزء كبير برضو، لأنه طبعا حتى لو اتعمل السد في أثيوبيا فده بدوره بيحتفظ بكمية، لكن ما يقدرش يسيطر على كمية الأمطار اللي بتسقط كلها، لأن ليه حدود ومساحات محددة، لكن لما تسقط مثلا على دولة زي السودان فمستمر، وبعدين منسوب ارتفاع النيل دائما بيكون في هذه المناطق عالي وبيقل ارتفاعه عندنا، فده هيسمح بأن الحركة المياه من الجنوب إلى الشمال هتكون موجودة إن شاء الله، وده إن شاء الله يساعد في أن يكون عندنا بإذن الله فرصة لري المسطحات الخضراء إن شاء الله في الفترة القادمة. نتمنى أن يكون هذا، ودي نعمة من ربنا علينا الحمد لله رب العالمين. أما نشاط الرياح فهو معتدل خلال فترات الظهيرة ولكنه هادئ خلال فترات الليل والساعات الأولى من الصباح والساعات. طبعا دي ارتفاع للموج بسيط على البحر طبعا يعني. في السواحل في البحر في البحر ده شيء طبيعي جدا، لان التيارات البحريه والمد والجزر اللي موجود
وسرعات الرياح اللي موجودة نتيجة التيارات البحرية، فبيؤدي إلى ارتفاع الموج قليلا، فالسادة المصطفين يكونوا حريصين في عدم يعني الجرأة في نزول عرض البحر، ودائما يلتزموا بالتواجد حول الشاطئ. ده بالنسبة للبحر المتوسط، البحر الأبيض صح كده دكتور؟ تمام كده. البحر الأحمر طبعا هو أفضل طبعا، ولكن في مناطق بتختلف يا أستاذ عاصم. تعرف حضرتك لما الرياح تكون مثلا شمالية شرقية فبترفع الموج في المدن المطلة على سيناء، وزي مثلا سفاجة وزي الغردقة. لما تبقى شمالية غربية لا ما ترفعش الموج عندنا هنا، وترفع الموج في المملكة العربية السعودية. ده بالنسبة للبحر الأحمر، لأن طبعا الهواء لما يكون جاي من اليابس على البحر فده ما يرفعش الموج قوي، لكن لما يكون جاي من البحر على اليابس يرفع الموج. ولذلك البحر المتوسط ما سرعات الرياح فيه لما تبقى شمالية بترفع الموج حول منطقة بورسعيد حول العريش، لكن لما يبقى شمالية غربية فترفع الموج حول منطقة مرسى مطروح والساحل الشمالي والاسكندرية. يمكن يا دكتور علي مع تحسن الملحوظ يوم بعد الآخر في حالة الجو، أعتقد ده الوقت المناسب بقى للمصيفين على السواحل، يعني تجنب الأشعة الشمس والحر. بالتأكيد ربنا يسعدك. كل مقيم في السواحل يا أستاذ عاصم بيبقى عنده فترة بيستمتع بيها، لأن التزاحم برضو بين المصطفين ده يعني شيء هم يعني بيقول لك ده البحر احنا موجودين عنده على طول، فسيب المصطفين اللي جايين من خارج الساحل يستمتعوا بالبحر. صحيح. أفضل فترة يا أستاذ عاصم للاستمتاع من البحر هي النصف الثاني من شهر 8 إلى 30/9. ليه 30/9؟ الشتاء الصيف بيخلص 21 بالضبط سبتمبر، فلما يبقى من الفتره الاولانيه من سبتمبر دي صيف لسه في استمتاع بالبحر. صحيح. وده يمكن عاوز اقول ان البحر الاحمر ومنطقه سيناء اللي ربنا من عليها ممكن الاستمتاع بالبحر مش لغايه 30 سبتمبر، لغايه اول نوفمبر يعني شهر 10 كله ممكن يستمتع بالبحر. صحيح. ولكن بتزداد سرعات الرياح قليلا، وطبعا بيبقى في جامعات ومدارس فما يبقاش في فرصه لاجازات طويله، لكن لو واحد مسافات قريبه يقدر يستمتع بالبحر في شهر سبتمبر واكتوبر افضل استمتاع. ربنا وعدنا بقى دكتور علي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يا استاذ. الله يحفظك. شكرا لحضرتك الاستاذ دكتور علي قطب خبير الارصاد الجويه رئيس الهيئه العامه للارصاد الجويه الاسبق اللي طمنا بشكل مفصل على حاله الطقس، واكد الحمد لله رب العالمين النهارده تحديدا افضل حالا مما كان عليه الامر امبارح، وان يوم بعد الاخر بنشهد تحسن ملحوظ ولو بنصف او درجه يوم بعد الاخر، وده الطبيعي طبعا في هذا التوقيت حتى 15 أغسطس الحالي. ودايما بنقول لحضراتكم أكثروا من شرب المياه في الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وتحديدا فترة الظهيرة. شرب المياه بكثرة وباستمرار وبصفة دورية طوال اليوم ده بيعزز من الدور القوي لجهاز المناعة في جسم الإنسان، وفي نفس الوقت بيعوض حضرتك من الفاقد اللي انت بتفقده طوال اليوم متمثل في التعرق نتيجة الحركة والتواجد في العمل أو المجهود اللي انت بتقوم به طوال اليوم. مهم كمان لكل أصحاب المهن المحترمة اللي هم بيقضوا وقت كبير جدا تحت أشعة الشمس، ربنا طبعا يعينهم ويقويهم وربنا يحفظهم، ان احنا نلبس الملابس الفاتحة، وأي حد بيتعرض لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة نلبس الملابس الفاتحة، وعلى قدر الإمكان نتجنب الأشعة المباشرة تحديدا في فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرا لحد الساعة 2. وربنا يحافظ على حضراتكم جميعا، وإن شاء الله بإذن الرحمن كل أيامكم كلها خير وبركة وسعادة وجميلة.